محمد. الوقفة دي بنطالب فيها بتنظيف أمامنا ديوان عام محافظة الدقهلية من أجل إطالة وترحيل اللواء عمر الشواذ الذي أفسد المحافظة، حتى أن جماهير الدقهلية وما يقرب من 6 مليون مواطن الدقهلية لا يعلمون من هو محافظ الدقهلية ولا يعرفون اسم هذا المحافظ الذي عمر الشواذ عليه أن يرحل من محافظة بحجم الدقهلية. عمر الشواذ استطاع أن يفعل ما فشل فيه الإخوان، حيث شق الصف في محافظة الدقهلية، أتاح الرجال الرفاق وأتى بمجموعة من العصابة هدفها الرئيسي أن هي تفعل ما يملى عليها من الخطر بضرورة عمل نوع من أحداث البلبلة ونوع من أحداث ما يشق الصف وما لا يهدف إليه النظام الحالي بضرورة التوافق والاجتماعات، لأن المحافظ فتح صولات وجولات بالنسبة للخصائص السياسية تستطيع ان هي تلعب وعادت لتعود وتلعب من تحت الارض. محافظة الدقهلية محافظة غنية جدا جدا بثرواتها، محافظة الدقهلية يعني تستحق ان هي تكون في مكان وموقع على خريطة محافظات الجمهورية افضل من كده بكتير. الدقهلية فيها العديد من الثروات، فيها بحيرة المنزلة لو استثمرت بشكل جيد هتقضي على البطالة في شمال الدقهلية تماما، فيها قمصة والمنطقة الصناعية في قمصة وقلبش زيان واستصلاح اراضي في قلبش زيان، مين بيلتفت لكل هذه الموارد لهذه المحافظة العريقة؟ فيها المراكز الطبية المتخصصة وفيها السياحة العلاجية، يعني نقدر نقارن مقارنة بسيطة بين مصيف جمصة ومصيف راس البر، الفارق بينهم هو الإهمال، رغم إن العوامل الطبيعية والجغرافيا أفضل بكتير في مصيف جمصة، الشط أفضل بكتير، طول الشط وعمق الشط أفضل بكتير، طبيعة الرمال في جمصة و15 مايو أفضل بكتير، مدينة المنصورة نفسها كانت عروس الدلتا ولكن يبدو أنها شاخت على أيدي المحافظين الذين تعاقبوا عليها من خارج محافظة الدقهلية. أنا ليا مطلب، أتمنى إن الناس تلتفت إليه والمسؤولين يلتفتوا إليه، وهو إن الدقهلية محتاجة محافظ حافظ كل شبر، محافظ حافظ كل شبر في هذه المحافظة الجميلة. أكثر من مرة أكثر من مرة بنعرض عليه المشاكل دي، مرة يقولوا لنا بس تعالوا يا جماعة بمشكلتين بس، ما تجوش بأكثر من مشكلتين، قلنا ماشي يا جماعة نيجي بأكثر من مشكلتين، ومع ذلك ما فيش حل للمشكلتين، مشاكل موجودة في متغمر الإيواء. يا جماعة بعد إذنكم إحنا اللي بيكذبنا يجي معانا ونوريه الإيواء بتاع الإيواء اللي موجود فيه في متغمر واللي موجود في المنصورة،